유리빵. ديري لاباس عليكم بخير. المهم هدا كنقول كل تاني تلت رابع العاشر للمليار. Few moments later. انا لا فقط دابا انا فراشي باقي مرول اختي بعدي مني هالعار 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 يوما with my friends انزلوا فطور في البحر وباقي ما تقديت والو ماشي انا وماما اختي اخواتاتي وصحاباتي انا عنديكم معايا شو شعري شمس طلعت والجو جميل هذا اليوم سو عنديكم معايا باش نتقدى داكشي كامل اللي خاصني غنطيب معاكم نوجد راسي معاكم وغندير كلشي معاكم خاصنا نسيب الموطوري واحد اللعيبة وندوزو يتصايب حيت قالي واحد ساعة ولا ساعة عاد رجعي ليه سو غنتهي تصايب عاد غادي صافي المهم شوفو نتوما معايا في كلشي Six and a half hours later. احلف اللحم كدوبش ما كتطيبش كتبقى خضراء صافي ديك حتى كتغسل لك حتى few moments later مسكين six and a half hours later وكل الناس مهم شوفوا انا راه دابا دخلت عاشوره فريمون اي تخفت بزاف ما لحقتش نصور لكم كلشي صورت لكم اي شي لقيتات فاش فريمون راه زحام بزاف شي حاجه فوق القياس نوريكم داكشي اللي شريت كان ناقصنا هاد الزبده ديال شريت هاد لاصوص هادي باش نديرو طاقوس للبنات لوحده وشنو خدات دير ديت هاد مايزينا باش ندير لي بات عامره غامه حتى ومتحمله ساكته ومتحمله ديت الكاشير هذا ما عرفتش خديته ولكن ما نحتاجو يعني خلاص البنات حيت شريت لينا باش ندير باكوس مايونيز حيت باقي عندنا في القرعه الكبيره عندنا باقي فيها نص وقلت انا ناخذ هذه غير احتياط حيت ما فيه صراحه ما كنطيبها كتجي واعره ولكن مفيهش ايلي هذا مالو عييت باش الشركين دوزو معايا نوريكم وانا كنطيب كنقليو في ما هيلو العاد غير الطاطا حطيها سير ديال الفيلم البنات شوفوا انا كنقطع الطاطا جاني الجوع دابا غادي ندير لي بات تسلق ليا باش غادي نرد هاد وغادي ندير الفريتي تقلى شنو اخر صافي ماشي تقلى باش نطيب لها دابا نطيب الكفته باش نريتاب ليا كلشي ونديرو في طاكوس و صافي شي كاين صراحه 6 and a half hours later ما خصني نعمل ليش
يا الغدار بدا نديرو بالموز كيبقى نصو في الموز. شوف شتو شتو ما معاكم فنانة كتابو هاد ثلاثة جوج بيضة هاد الطابو هما وهاد ثلاثة كتابو هاد الربعة هادو باقيين خضرين باش تكون البلوز دوكا معرف شنو غادي نلبس معرفتش الصراحة غنشوف نوريكم Thank you.
ماشي يقسموا صحة الصيام. قالت لك شنو بقيت دير؟ عارفه هادشي يا صاحبتي كره كري. ساكتة ومتحملة. Few moments later. فلاد مازالك العيشو. إنه ليس تمساحا عاديا. إنه تمساح بيلوبونغ كينغ. وهو. Six and a half hours later. شبيك لبيك خريتي مني كل بنات ومجيت نعس عاد فقت دابا اشورا فامو جي سيانة بزاف نعس بحوايج والله لا باقا بحوايجي باقا ما حيت لا مكياج لا شفار شي شي حاجة صراحة شفار زوين وحق الله انا عاد نحيد حوايجي ومسح مكياجي وداكشي غنمونتي ليكم الفيديو وغنحطو ليكم يا غدا يا بعد غدا على حسب امتى ساليتو نتلاقاو في فيديو شي ان شاء الله باي.